داخل هذا المبنى هنالك عشرات القصص، منها لأطفال أيتام وأخرى تحكي عن التفكك الأسري، وحكايات غيرها مجهولة تسترها هذه الجدران. تقريرنا اليوم عن كرماء النسب، أطفال لا ذنب لهم في هذه الحياة سوى أنهم كانوا ضحية لعلاقات غير شرعية وضحية الوضع الاقتصادي والجوع، فألقى بهم ذويهم في أماكن مختلفة لينتهي بهم المطاف في هذا المكان. في السابق كنا نستقبل أيضا أعداد كبيرة، بس موضوع اللقطاء كانوا جدا جدا نسبتهم قليلة، يعني كان بالسنة، أنا أحكي لك هذا طبعا قبل الأحداث اللي وقعت على مدينة الموصل، كان بالسنة نجوز نستقبل 2 أو 3 أو 4 كحد أعلى، حاليا شهريا نستقبل ما بين 3 إلى 4 مرات أكثر. تفاصيل هذه الوجوه البسيطة هي من تكتب المشاهد، أطفال بعمر ساعات ألقاهم ذويهم دون أي رحمة بهم لتبدأ حياتهم من هنا إلى المجهول. هذا الطفل لقيناه مسدود جوا عربانة ما نخبر، يعني شنو، ما ظل ضمير، ما ظل إحساس، ما ظلت الناس عدها. وبعضهم كادوا أن يكونوا طعاما للحيوانات بعد أن ألقي بهم في مكبات النفايات، واليوم دار الأيتام تقدم الرعاية لهم على أكمل وجه، لكن أعدادهم تزداد وترتفع يوما بعد يوم. أغرب رواية هي رواية الطفلة اللي ألقت بها أمها بالحاوية مع إحدى المستشفيات، وصادف أجلكم والله أنه بزونة كانت موجودة بالحاوية، فبدت أنه تتقرب على هاي الطفلة وبدت أنه تأكلها. عدة أسباب رجح مختصون أنها السبب في ارتفاع أعداد هؤلاء الأطفال، أهمها هي الوضع الاقتصادي ونتائج الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى وجود دخلاء على المجتمع، فالموصل من المدن المحافظة والملتزمة دينيا بحسب قولهم. ظاهرة دخيلة على المدينة بشكل واضح، يعني حتى وإن كانت موجودة سابقا ولكن بشكل قليل ومعدود نقدر نقول. أما أسبابها فهناك أسباب كثيرة، أهم سبب هو الحروب التي توالت على هذه المدينة وأثرت ما أثرت على العوائل وفقدان الأهل وغيرهم. السبب الآخر هو السبب الاقتصادي، هذه المدينة بالأساس هي مدينة محافظة كما هو معروف للكل، مدينة محافظة ولا يوجد بها أماكن مخلة بالأخلاق. كانت تستقبل دار الأيتام قبل أحداث عام 2014 طفلين أو 3 طوال العام، أما اليوم فهي تستقبل هذا العدد خلال شهر أو أقل، ارتفاع يشير إلى مشكلة بدأت تتفاقم بصورة ملحوظة رغم تعدد أسبابها. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.